منير ميسو رئيس الجامعة الوطنية للعاملة والعامل الاجتماعي المغرب. لما كما كتشوفوا وقفة احتجاجية حضارية سلمية لفائدة الجمعيات وتحالفات العاملة في مجال الإعاقة، وبالأخص اللي كتستفد من دعم من برنامج دعم تمدرس أطفال فائدة الإعاقة. كما كتشوفوا أنه احنا عقدنا لقاءات وندوات من خلال أنه سألنا الوزيرة على أنه ما كيكونش هناك واحد المشورة في أخذ القرارات، كتكون قرارات فردية. لهذا اليوم نتفاجأ اليوم أنه صندوق دعم التمدرس توقف. لماذا؟ وما كانش واحد استشارة مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة اللي غادي يؤدي إلى 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 توقف الخدمات عند 30,000 طفل عامل في مجال الإعاقة، وكذلك 8,800 عامل اجتماعي. دونك ما مصير هؤلاء الأطفال في ظل هذا التوقف المفاجئ؟ وما هو رأي الوزارة؟ وما هي البدائل والأطروحات اللي طرحتها الوزيرة؟ إذا كانت هذه البدائل فين هي؟ لماذا لم يتم التشاور معنا؟ لهذا نحن نوجه نداء إلى السيدة الوزيرة المحترمة أنها تعقد لقاء مع الجمعيات وتعطينا وتوضح لنا ما مصير هذا التوقف، ولا كان التوقف ما هي البدائل باش إن شاء الله يكون يدفد باش أننا نلقاو واحد المخرجات باش ما يتشرجوش هاد الوليدات، لأن الضحية الأولى في هذا المجال في هذا التوقف هما أطفال ذوي الإعاقة على صعيد المغرب. أحمد حوات رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، اليوم كنت واجدوا هنا في إطار وقفة احتجاجية للتنديد بالقرار لإنهاء هاد اللي اتخذ بإنهاء هاد المشروع ديال دعم التمدرس. نحن نقول لا لإنهاء، لا عام لإبقاء هذا المشروع هذا. إذا كان هناك بدائل الحكومة باغا دير بدائل، نحن مع هذا البدائل، ولكن في إطار مقاربة ديمقراطية التشاركية اللي كتراعي الخصوصيات ديال كل فئة. اليوم أن هذا القرار هذا خلف ضغوطات نفسية على العاملين الاجتماعيين، خلف ضغوطات نفسية على الأسر، كنتمناو أن الحكومة تدير إعادة نظر ديالها، وإلا اليوم سوف نلتجئ إلى الديوان الملكي من أجل إنصاف هذه الشريحة. وشكرا. ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي واسم أمهات وأباء وأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إحنا واقفين هذا النهار أمام وزارة التضامن والأسرة، يعني باش نعرفوا هذا الخبر اللي تيروج حاليا ديال أن ملف دعم تمدرس غادي يتوقف، ولكن نتساءل ما هو البديل؟ واش ديجا تكلموا معنا وخداو راينا في الموضوع وحطوا لنا بدائل اخرى باش يجيو دابا حاليا وينفعوا لنا في توقف هذا الملف هذا ديال دعم تمدرس لذوي الاحتياجات الخاصه؟ فما هو مصير؟ كنسالوا السيده الوزيره شنو هو المصير ديال هذوك الاطفال؟ شنو هو المصير ديال هذوك الاسر اللي هما في وضعيه صعبه جدا؟ واش عارفين الاسر اللي حنا كنشتغلوا معاهم يعني اسر معوزه، اسر ضعيفه، يعني واش نتوما عارفين هاد الناس هادو اللي حنا كنشتغلوا معاهم، ولا غير جيتو كتنزلوا بقراراتكم اللي هي ما عندها حتى شي اساس من الصحه؟ حنا اليوم واقفين كنطالبوا بتدخل ديال صاحب الجلاله في هاد الملف ديال الاشخاص فضيات اعاقه، لان فعلا يعني نحن كجمعيات دائما يعني ما معطيالناش قيمتنا، وحنا اليوم واقفين باش ناخذوا نرجعوا الكرامه ديالنا كجمعيات وكأولياء امور اطفال فضيات اعاقه، وك انا كنتكلم دابا كصفتي كانسان فضيات اعاقه، بغض النظر على كرئيسه جمعيه ولا كشخصيه يعني في المجتمع المدني، انا كانسان فضيات اعاقه شنو هو المصير ديال الاشخاص فضيات اعاقه في هذا الملف هذا؟ السلام عليكم، معكم احمد وجاعه على المرصد الجهوي للتربيه الدامجه سوس مسا الذي يعنى بتمدرس اطفال فضيات اعاقه عامل اجتماعي اي اطار التربيه الخاصه بجمعيه بسوس مسا. هنا حاليا كنتواجدوا في وقفه احتجاجيه امام وزاره التضامن القطاع الوصي على الاشخاص فضيات الاعاقه عامه. نتفاجأ باللامبالاه من طرف السيده الوزيره او من طرف القطاع الوصي، نتفاجأ باننا ولينا كنحسوا من طرف هذه الحكومه اننا لا وجود لنا، باش نشوفوا حنايا في اخر لحظه السيده الوزيره كتلوح واحد المنشور عبر وسائل عبر الاعلام تنفي فيها مسؤوليتها حول دعم تمدرس اطفال في وضعيه اعاقه وتحمل مسؤوليه لوزاره التعليم. قبل تقريبا 21 يوم كان لنا لقاء تواصلي مع السيده الوزيره، طرحنا عليها السؤال. حنا في واحد الدوله ديال المؤسسات، دوله الحوار، دوله الحق في المعلومه. بما اننا طرحنا عليك السيده الوزيره السؤال حول ما دعم الصندوق التماسك الاجتماعي، قال عليك انك تعطينا جواب كافي، تقولي لنا اش كاين. ما مآل 30 طفل في وضعيه اعاقه؟ ما مآلهم؟ ما مآل 9,000 عامل اجتماعي؟ ما مآل الاسر؟ ما مآل رؤساء الجمعيات؟ ما يمكنش نبخسوا الدور ديال اللي كانت به الجمعيات منذ 40 سنه
كوينا واحتضانا واحتواء ومن اجل اقرار حق تندروس لهذ الاطفال في وضعيه اعاقه قابله خروج دعم التمسك الاجتماعي. حاليا نحن هنا من اجل قضيه وطنيه، من اجل قضيه انسانيه اخلاقيه، وهي احقاق الحق الدستوري في الشغل لكل عاملين اجتماعيين. نحن هنا من اجل اقرار الحق الدستوري على وهو التندرس لجميع الاشخاص وضعيه اعاقه مجانا. نحن هنا من اجل احقاق ومن اجل طلب من صاحب جلاله الملك محمد السادس بالتدخل العاجل، الا وهو الاب لجميع الاشخاص وضعيه اعاقه، هو المحتضن، هو المحتوي لهم. نطالب منك سيدي ان تتدخل في هذا الملف. وشكرا. عائشة رتبي، رئيسة الجمعية الجهوية لتأهيل وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة وعضوة بالمرصد المغربي للتربية الدامجة، كنتواجدوا اليوم في هذا اليوم التاريخي اللي كنشوفوا أننا واحد المجموعة ديال الأشخاص في وضعية إعاقة وخصوصا الأطفال منهم اللي غادي تقساو وغادي يطالهم الاميه وغادي يطالهم واحد العدد ديال الانتكاسات. حتى الاطر التي تشتغل مع هذه الفئه هي اليوم مهدده، يعني هاد الاطر راهم عندهم اسر وعندهم بيوت وفاتحين بيوت، اليوم غادي يلقاو روسهم في الشارع. كندوا بهذا الاقصاء وكندوا بتوقيف هذا المشروع اللي هو مشروع ملكي. كنتمناو من صاحب الجلاله الله ينصره انه يتدخل في هذا المشروع ويحمي هذه الأسر وهذه الفئة، لأنهم هم مواطنين مغاربة ولهم من الحقوق وعليهم من الواجبات اللي خصهم يستفدوا منها. وشكرا لكل المنابر الإعلامية وشكرا لهذا الناس اللي تناوا عبء السفر وجاوا من 11 جهة، تقريبا 400 جمعية، 200 أسرة، من غير العدد ديال الأطر الأطر التربوية. يعني كنتمناو أن يكون تدخل سريع من طرف صاحب الجلالة الله ينصره. وشكرا جزيلا.